السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشيني جدا من اخر فيديو ينزل لكم على القناة. طبعا هقول لكم من العايدين من الفايزين النهاردة. الفيديو ده هينزل يوم 29 او 28، الله اعلم، بس هينزل اخر رمضان بإذن الله. وكده نكون ختمنا سلسلة الحلويات والبيتي فور للعيد. هعمل معاكم البيتي فور النهاردة. هحط كاسة ونص من الزبدة، عليهم كاسة من السكر البودر، وهدمجهم مع بعض بمضرب السلك العادي. مش هستخدم النهاردة مضرب الكهرباء او العجان، هستخدم مضرب السلك العادي عشان نوازي كل الاطراف. اشتغلنا قبل كده بالعجان، عشان اللي ما عندهاش العجان تقدر تستخدم المضرب السلك العادي، وبيطلع حلو جدا وبيدي نفس النتيجة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده شايفين اللون بقى ابيض. هنزل هنا بمعلقة الفانيليا ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة، اهو بالشكل ده كده، وهقلبهم تاني. بعد كده هحط بيضتين اتنين كبار، دي اول بيضة وتاني بيضة، وهعجنهم مع بعض او اضربهم مع بعض لحد ما يبقى الخليط كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا بقى انا نخلة كاسة كاستين اتنين من الدقيق مع بعض، نخلة كاستين اتنين من الدقيق، حطاهم على جنب عشان بعد كده بعد ما تبقى كريمية هشيل المضرب بتاعي. خلاص كده انا بضربه في الجنب عشان اشيله، وهبدأ احط الدقيق معايا وعجينه بايدي. الصابليه مشابه للغريبة، الصابليه بيبقى ماسك نفسه شوية لان بيبقى تشكيله بقطعات، اما البيتي فور بيبقى بجهاز البيتي فور او جهاز البسكوت بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. كمان بيبقى اطرى شوية عن الصابليه. بقلبه كويس لحد ما يندمج. طبعا انا كنت بقلب الاول بالمعلقة، هبدأ اشيل المعلقة واقلبه بايدي. هخلي جزئين اتنين، جزء هخليه ابيض سادة، بعد كده هضيف له معلقة حليب بودر عشان يمسك معايا ويدي طعم حلو. ما عندكيش حليب بودر حطي معلقة دقيق زيادة. الجزء اللي بالكاكاو هحط عليه 3 معالق كاكاو منخولين طبعا عشان يديني طعم الكاكاو. اهي العجينة هنا بقى كده خلاص، هبدأ اقسمها نصين اتنين. عندي البولة اللي فيها الكاكاو اهي، انا بحب اضيف الكاكاو عشان يدي طعم حلو جدا. ودي الجزئية اللي فيها الابيض، خلاص الابيض كده مش محتاج لعجن تاني ولا اي حاجة. هبدأ احطه على جنب وابدأ اشتغل بالجزئية التانية اللي انا عاملاها بالكاكاو. شايفين الكاكاو هيبدأ يمسك معايا عن البيتيفور الأبيض، فلما هلاقيه مسك معايا شوية هضيف معلقة واحدة من الحليب السائل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اهو بلمها وبضغط عشان ألم الدقيق كله. الطريقة سهلة جدا بتاعت البيتيفور، حلوة جدا ومسلية. طبعا الولاد هيشتغلوا معايا، هعمل انا صينية بالمكبس وهخليهم يشتغلوا هما بيه القالب اللي بنزين بيه الحلويات. عايزين يعملوا، فقلت مش هزعل حد. كده اهي شايفين بقت طرية، فهنا بقت طري جامدة، فانا عايزة اطريها. هحط معلقة حليب زي ما قلت لكم بارد وهعجنها بيه. الطريقة دي سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد منك وقت بإذن الله، وهتلاقي عملتي احسن بيتي فور بطريقة سهلة وسريعة. هنشكلها انا في القوالب بتاعتها، طبعا هسيب لكم الصور في الاخير. هنشكلها في القوالب، ولما اشكلها احطها على درجة حرارة 200 لمدة من دقيقتين لثلاث دقايق لحد ما تستوي معايا. عموما البيتي فور ما بياخدش وقت طويل على الفرن عشان ما ينشفش معاكي، بمجرد بس ما تلاقي مسكت نفسها شوية وخدت لون من تحت بتبقى تمام معاكي. ده حاجة. تاني حاجة عشان تعلمي البيتي فور اللي بالشوكولاتة استوى ولا لا، انا بحط في كل صينية من البيتي فور بالشوكولاتة واحدة بيضة، عشان بمجرد ما البيضة دي احمرت من تحت شوية فهو كده استوى. الولاد بتشكل معايا، فهسيبكم مع الصوت الاساسي والرئيسي للفيديو عشان تشوفوهم وهم بيعملوا ايه. انا بصراحة كنت مبسوطة جدا وهم بيعملوا. انا طلعت اول دور من اللي بالشوكولاتة وكنت سايبه لهم شوية، فقلنا نعمل اللي بالشوكولاتة في نفس الصينية. فما تستغربوش من القصدير اللي محطوط على الصينية ده. القصدير ده كان داخل دور، وبمجرد ما الصينية بردت او الصاج بتاع الفرن برد
فقلت اعمل فيه الدور التاني عشان ادخله على طول. فتابعوا الفيديو بقى وما تقعدوش تضحكوا عليهم، انا كنت مبسوطة جدا وهم بيعملوا، بس الحمد لله اليوم عدى على خير. هنخليهم كلهم قد بعض. يلا اعمل اللي بعدك. يلا حلو حلو حلو، برافو. هنا برضو سبت لهم شويه من الابيض كانوا عايزين يعملوه، فاهو وانا ماسكه ايديها وهي بتعمل وكانت مبسوطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا المكبس بيبقى اسرع واهين من الاله دي، بس هم كانوا عايزين يشكلوا بيها فانا ما رضيتش ازعلهم. كفايه كفايه خلاص كفايه. يلا هنا 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 هنا. الله حلوة. استني بقى نعملها حرف ام. شاطرة. يلا هنا فوق فوق نفلكسني هنا. شاطرة. يلا يلا استني استني. الله تكي ايدك. لا احس عشان ما تشكر. حاولي تنزلي ايدك وانتي بتعملي على الصينية. اكلها فيها شوكولاتة هم كده. يلا اعملي اعملي كملي. برافو. اللي بعدها. لا كملي عليها. النص. ايوه كملي. ده هنا كده المكبس. كنت انا خدت قطعه من العجينه وشغاله بيها في الصينيه، بس زي ما قلت لكم الفيديو ما لقيتهوش عندي فحطيت لكم الصور. المكبس ده حلو وسريع وبيديكي اشكال حلوة جدا لو عرفتي تعملي معاه. هنا كده الوردات بعد ما خلصت الجزء الاول. هنا بقى سبتهم هما يشكلوا شوية من اللي بالشوكولاتة اللي هما كانوا عاملينه. انا خلصت جزء كبير من الابيض وخليتهم الجزء اللي هما عاملينه يعملوه هما عشان تبقى فرحة ليهم. عايزة بقى تحطي بمربى المشمش براحتك، بمربى الفراولة براحتك. هما كانوا بيحطوه في المربى وبيجمعوهم مع بعض، بعد كده في الفرماسيل واللوز او جوز الهند بالطريقة دي. طبعا الصغيرة برضو بتعمل، بخليها تعمل عادي مفيش مشاكل اهو، وكانوا مبسوطين وعدى اليوم الحمد لله على خير اهي. وكنت بوريهم ازاي تعملي اهو كده. فسبت لهم الطبق ده وكل واحدة بتدور على الشكل اللي هي عايزة تعمله وتحطها بعد كده شوية في المربى، فكانوا مبسوطين وهم عمالين يجمعوا البيتي فور. فقلت هحط لكم الجزئية دي. انا سرعت الجزء ده عشان ما يطولش عليكم الفيديو. كده بقى هقول لكم كل سنة وانتم طيبين. خلصنا سلسلة حلويات العيد كلها كاملة. عمالة توريكم يا عيني بطريقة سهلة وسريعة وحلو جدا، وفرحت الولاد معايا. يا رب كلكم تبقوا بخير، السنة الجاية تبقى احسن واحسن، والسنين الجاية تبقوا بصحة وسعادة. فرحوا الولاد حتى لو بحاجة بسيطة مني ومن قناتي. بتمنى للجميع يوم سعيد. هسيبكم بقى مع الصور الاخرانية اللي هم عملوها، ومع صح اغلبية الصور اللي هي كانت بالشوكولاتة هم كانوا واخدينها من الايباد بتاعهم، فهحطها لكم برضو في اول الفيديو وفي اخر الفيديو. باي باي.